خليني معاك، والسؤال ده مشترك ليكم انتوا الاثنين. يعني هل في لعيبه معينه، ونقول مثلا ثلاث لعيبه، انا كنت حاطط اثنين بس نقول ثلاث لعيبه، كانوا الاكثر استفاده من التجربتين دول؟ الاكثر استفاده استفادوا جدا، استغلوا جدا المباراتين دول، جولهم في الوقت المناسب. ممكن انا اقول طارق حامد رقم واحد. نعم. لان طارق مش موجود في كل المناسبات الاخيره. كويس. كان اللي بيلعب النني وحمدي فتحي والسوليه. لا طارق كان مستبعد، كروش كان مستبعد. نعم. فطارق وما نطقش، فتحش كبير طبعا، ما قالش مظلوم ولا اي حاجه. ركز واتمرن. طارق رقم واحد مستفيد من وجهة نظري من المعسكر ده، لانه بيرجع نفسه كاسم كبير في مكان هو يستحق انه يكون ينافس فيه. ادي واحد. رقم اتنين من وجهة نظري مصطفى محمد. مصطفى محمد كان بيمر بمرحلة برضو انتقد كتير قوي مع مستر كيروش. نعم. واتقال ان هو طريقة اللعب نفسها ما بتخدموش، الراجل ما بيعملش حاجة، ما بيهدفش. النهاردة موجود كعنصر اساسي وبيهدف ومؤثر بشكل كويس قوي. التحرك ده عاجبني. نعم. قوي اللينك بين، رغم انها طولت منه سنه، لكن التصرف كان رائع. واللينك يا كابتن بينه وبين امام عاشور طبعا، وهو بيستلم، لان الحاجات دي في ناس بتقول ان على المستويات الكبيره هيكونوا ظابطين التسلل، بس ماشي. جمله حلوه قوي ومكرره، وقاطع كويس وسند وخد بهدوء وحطها كويس. نعم. مصطفى محمد رقم اتنين من وجهه نظري. رقم ثلاثة ممكن يكون محمود حمادة، إذا استغل الفرصة. حلو. فرصة لا تأتي كثيرا. طيب.